ذكرني قضية القبور، قول الشاعر هذا كان من قول كلا كلا كلا، قال يوم ناظر القبور وتأمل القبور، قال أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا، ها، ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك في من مضى معتبر. يعني حقيقة منظر القبر، يعني أنا أقول إنه نعمة. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني الحمد لله إن الإنسان يعني وغسلنا أموات، يعني حقيقة يعني سبحان الله العظيم، شوف الكرامة. يعني لك ما قالوا ما تنطلوا في بحر ولا حرقوه تذوه الرياح ولا انطلوا في البر، لا، يؤتى ويغسل تغسيل، تقلم الأظافر، كان في أشعار شعر ينظف، ثم يعني يطيب قبل التطيب يغسل بالسدر، ثم إذا غسل بالسدر غسل بالكافور، أشياء سبحان الله العظيم. ثم عليه انتهجت مواطن السجود وطيبت بأفخم أنواع الطيب، ثم يلفها اللفائف الجميلة، ثم الكرامة العظمى أنه يقدم ويصلى عليه ويدعى له ثم يحمل. يا أخي ترى هذه كرامة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا بعض الناس يخطي قالوا قبرناه راح المثواه الأخير، لا يا أخي، ما يدريك نفسه بي، قال إن هذا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله سبحانه وتعالى قصور هالقبور روضة من رياض الجنة. آمين آمين. فلذلك الإنسان يعني هذا التكاثر اللي ربما الآن نقول إنه زجر، ربما هذا التكاثر اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى ربما يكون عونا لك أن يكون نورا في قبرك، فتستغل هذا التكاثر اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى في أن تمد يد العون مما أعطاك الله وتساعد إخوانك المسلمين. لا يهيك تكاثرك عن الصلاة، لا يلهيك تكاثرك عن أقاربك وصلة رحمهم، لا يلهيك التكاثر عن الناس وتتكبر عليهم تقول أنا عندي ولا ما عندي، يعني سيارة فخمة ما تلتفت تسلم على أخوانك المسلمين تقول أنا، لا، ما مش أنت يا ابن آدم. النهاية يبين الله سبحانه وتعالى النهاية هذا القبر، مهما سواء تفاخرت ولا ما تفاخرت فالنهاية لهذا القبر. فاربأ بنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، قال أنت الذي ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يفرحون سرورا، فاربأ بنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الله يزيننا ويزينكم الإيمان ويجعل قبورنا وقبور والدينا ووالديكم وإخواننا المسلمين روضة من رياض الجنة. آمين آمين. الله يسعدك أبوك.